النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن بنك البحرين للتنمية فتح باب التقديم لخدمة تمويل الصادرات وسلاسل الإمداد للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقدمها البنك بالشراكة مع صادرات البحرين، بهدف دعم أصحاب الأعمال في هذا القطاع الحيوي وتمكينهم من تصدير منتجاتهم وخدماتهم دولياً. وقد جاءت هذه الخدمة بموجب عقد شراكة مبرمة بين الطرفين بهدف تقديم تمويل بأسعار فائدة تنافسية لتغطية متطلبات رأس المال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الراغبة منها بالاستفادة من فرص الأعمال الدولية وتعزيز انتشارها العالمي. ويعمل هذا التمويل الميسر التكلفة على سد الفجوة المرتبطة بتمويل الصادرات لدى المؤسسات القابلة للاستمرار والنمو، وذلك عبر توفير السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه لابد من وضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن العالم تعرض لصدمات كثيرة خلال السنوات الماضية وأنه على الدول مراجعة خططها لمواجهة تلك الصدمات. وأضاف الجدعان خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض أن هناك سعر باهظ يدفعه الاقتصاد العالمي مقابل الانقسام بين الدول، وأشار إلى وجود تفاوت شديد بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، مشددا على ضرورة تعديل المخططات الاقتصادية للدول المختلفة بهدف التعامل مع التطورات العالمية. قال البنك المركزي المصري اليوم أنه سيطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار يوم غد الاثنين الموافق 29 من أبريل الجاري. وأضاف المركزي المصري أن العطاء ستجرى تسويته يوم الثلاثاء المقبل. يأتي ذلك وسط تصريحات لمصرفيون جاءت في تقرير لوكالة رويترز أن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المنصرم. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الأساسية كارثي للنمو، مؤكدة أن وصول الدول النامية إلى الأسواق العالمية أساسي لضمان النمو. وقالت خلال مشاركتها في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض إن ضعف الإنتاج مسؤول عن 50% من التراجع بالنمو الاقتصادي. وأوضحت أن قوة الدولار الأمريكي تجعل مواجهة التضخم أكثر صعوبة، مؤكدة أنه رغم التوجه إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.